المشاهدين، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم جيناكم فيديو جديد ورحنا خارجين انا وماما صار ما كيف العاده. ايوا رحنا دابا حديقه لالا مريم قدام دار السبتي. قدام دار السبتي. السلام عليكم خوتي حبيبي. السلام عليكم خوتي حبيبي، كنتمنى تكونوا مزيانين. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو اللي جيناكم فيديو جديد كما قالت لكم اختي وشرحت لكم كل شيء قبل ما نقول انا. بغيت نقول لكم اليوم راني بحال انا مريضه انا اختي وين البرد وانا شادين الحلاق كامل جيناهم الله يشافي ويشافي جميع المرضى ان شاء الله يا رب. اهم حاجه ما تجلسوش المرض، ما تنسولوش لان تولوا تزيدوا تمرضوا اكثر. وصافي المرض قلنا اللهم نخرج درفينا شويه تاني هو برا حتى الماما تعطي التحيه. السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ حنا كنكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. بقاو معنا، حنا خرجنا نتفرجوا شويه وتفوجوا حتى معنا وراه ضربه لنا الشميشه في العينين. الشميشه بصح الحديقه عمرو ما جينا، اليوم عاد جينا لها وجبناكم ان شاء الله معنا. تابعوا حتى التالي ان شاء الله يا ربي معنا. وصلنا للحديقه هانتوما شوفوا، جينا نشوفوا الطبيعه. اما ها على من كتحماق شفتوها غا على الورد والطبيعه والخضوره. تسمى هي كسبقانا والله لا تفاجئ على الخاطر. سلمى عجبها الحال تمشى في وسط الخضوره برود يعني الشجوره مبردين وليها ديك الخصال هي راه تلقى البرود. اللي رجعوا من الجهه الاخرى عاوتاني نصور لكم شويه ونشاركوا معاكم شي جواه اللي ما فيهمش الناس باش ما نشدش معايا الناس، وكنحاول نصور لكم اللي كاين هنايا الطبيعه والخضوريه. شوفوا هذا الكوتشي قديم ام قاعد له كلشي مسكين طبغ غير ديكور. شوفوا هنا الغرس سني سلمى اللي هي عاوتاني ها انتم زوينه الطبيعه، كتحس بواحد السكون الداخلي واحد الهدوء. ها انتم الشجره انا الشجر ها انتم عاطين واحد البروده من هنا يا تنشد لكم. احنا مستمرين في الجوله ديالنا وبقاو معنا كما قلت لكم، كنحاول ما نشدش معايا الناس، داكشي علاش كنمشي للبلايص اللي شويه خاويين ونشد لكم الطبيعه. هي هذاك هذه اللي ما فيها المخاطر. جينا نخضروا العوينات شويه نحيدوا غير من الدار غير الدار الدار والقنطه. اللهم الواحد شويه يبدل الجو من هنايا نهبطو كاين الدروج وحنا غاديين. بقاو معنا شوفوا هاد الدخل هنايا وهاد الدروج هما طالعين ما سالما فهمي شي خطر عين زوينتها بسم الله. كنصور وطالع مع الدروج الا ما كانش شي تكركيبه. ها حنا والله الا فنا تحسر راسك فين طالعه. انتم احنا وصلنا للجال فوقاني عاود، هنا كاين الناس غادي نحاول نصور البلايص اللي ما فيهمش الناس ونشوفوا شي بلاصه نجلسوا فيها ان شاء الله. وبقاو معنا كما قلت لكم نستمروا بالجوله ديالنا نحوسوا معاكم وتحوسوا معانا. حنا جينا لهاد البلاصه ماما جامي جات معنا لهنا لهاد الحديقه، مشينا لحديقه لالا عائشه وهذه حديقه لالا مريم. لا عمرو ما جات ماما بغات تصور، نمشي نصورها ونرجع لكم. عيتوا ولا بغيتوا تجلسوا؟ بغيتوا تمشيو حتى ليا نمشيو نوصلوا ليها وترجعوا تجلسوا؟ يلا سير نكملوا الجوله ديالنا حتى ليها ونرجعوا نجلسوا ان شاء الله، ونجلسوا شويه وعاوتاني نرتاحوا ونمشيو عاود نكملوا الدوره ديالنا في المدينه بحيث هي جايه قريبه للمدينه. هانتوما كاين هاد البلاصه هنا ديال القوس فيها الدروج حتى هي كاينه الجهه التحسانيه. مالكو ملكه سلمى قلت لها الكحاسه المراغي الله راه فيها الحلاق مرا تقلع الله يحفظ. احنا جايبين معنا المبادة انتوما كما قلت لكم كنحاول نشد غير البلايص اللي خاويين. طبيعه زوينه عجبك البرود والطبيعه ديك الجهه ملهيه عاوتاني كيهبطوا لها من الدروج وعاوتاني كينهبطوا وكيمشيو للجهه الاخرى، ولكن ديك الجهه ما بغيتش نفوت فيها حيت عامره بزاف كاين الناس جالسين تمايا. هذا الصوت تاع المدينه القديمه ها انت هي
تاع باب الغربي. كما قلت لكم بغيت نهبط من الجهه الاخرى من هي كاين هبطه جايه لتحت، كاين تما الناس جالسين بزاف اكثر من الجهه الفوقانيه حيت كاين تما البرود اكثر، جايه مظله ولكن فيها الناس باش ما شدش معايا الناس. وسلمى درت نظاظر ها هيك. ايوا حنا كملنا الدوره في الحديقه وجينا نجلسوا في الصاصيونين هنايا. المهم انتم كما راكم تشوفوا حنا جينا لهاد الجهه. يوما هاي سلمى قولي لنا ماما كي جاتك الجلسه هنايا، كي جاتك الحديقه اول مره نجيلها؟ اول مره شتي شحال من عام انايا هنايا في وجده، اول مره نجي لها ندخل لها يعني كنفوت عليها. على قلت لك كنمشيو للفارابي يعني هنايا نفوت عليها ونعرفها بلي حديقه، بصح باش ندخل عمره ما دخلت لها ما اول مره. وعجبت لي يعني مبرده ومخيره، فيها بلايص زوينين وبلايص نص نص ما كذبوش على ربي، وفيها الناس ماشي كبير لا بصح ورا مجاور. اهم حاجه قريبه للمدينه يعني من كلهم مروحين غادي نمشيو للمدينه كي قالت لنا. اهم حاجه قريبه للمدينه باش كي نكونوا مروحين بوتا للمدينه. الله يلا كاين ما يتشاف لها شي كبار من هذه بزاف وزينه وغادي صورنا معاهم يعني اللي يرجع للفيديوهات القدام يعني يشوفوا. تكون لوطو الواحد يمشي فين ما يعني بين ما تكونش لوطو يعني ما غير الطوبيس والبلاصه البعيده ما نقدروش نمشيو لها. بعد هادو الصراحه هذه زينه جوج دراهم. هاني جينا سيدي يحيى عطاونا زقه بجوج دراهم. جوج دراهم ما كاينش جوج دراهم غير نمشيو. ما كاينش جوج دراهم سولتها وخاسره يعني ما كاعش قال لها ما كاينش جوج دراهم حتى حاجه. لا حنا باقي الخير كي قلت باقي باقي وجده باقي فيها الناس وجده وبركان يعني. شوفوا احنا فرحنا جالسين مورانا هاد الشجره هذه اللي فيها الورد. شوفوا شوفوا كلش تبارك الله هكا جميل مناظر يعني هكا فيهم. استنى نقول لكم هنا نعاود خبركم البرود واحد البرود واحد الهدوء. انتما تحوسوا معنا شويه والله تفاجئوا معنا تفاجئوا معنا كنمشيو غير اللي قراب غير اللي نقدروا نمشيو لهم بالطوبيس لا لا جينا ولا الطاكسي والله غير معليش ربي يجيب. امين امين الله يحن على الجميع. انا درت الفيرمي ما لقيتش فاش نوصل يا ربي كاع درتو فيرمي بخص غير اللوطو كانت غير سلمى غير انا على حقاش انا عاد باقي صغير عاد باقي لي عامين كان دارو غير في الجليل كان يخرج بينا غير في الجليل درتيه انت يا دارو بلال عامين انا مازال كمل صغير العام ايوا فيها خير فيها ان شاء الله يا ربي الواحد يطلب غير الصحيحه في هاد الوقيته ورحت لبال الله يلا واه الله على ذكر الازمه بغيت نقول واحد الحاجه زعما الصراحه اصحاب المراهم حقرين واحد الحقره كبيره انا بعدا والله راني حاسه بالحقره واش 430 درهم دخلنا عليكم بالله. حنا الدار ديالنا فيها 50 متر مربع 50 متر كيجيبوا لنا الماء غالي وهاك كنصبروا كنقولوا معليش وقيلا حنا كنسالكوا ولكن باش يجيبوا لي جابوا لنا 38 ولا جابوا لنا 39 جابوا لنا دركا 3 جابوا 40 ودركا جابوا لنا 43 وفاش مشاو عندهم كيقول لك راكم تخلصوا الكاتريام طرونش وخصكم ها قدا وقدا تخلصوا خلصي عاد شكي. وهي الدار ها غادي نصوروها لكم شي نهار من تحت الفوق راه 50 متر اللي فيها لا حتى الدرج الا بقيت نسيقهم 15 يوم الحراره وفي المشتى كنسيقهم غير من الشهر للشهر يعني غير الدار التحتانيه وكنفوت الجفاف الفوق عند البيوت نتاع الدراري فوق والدار التحتانيه انا غير صغيره كنفوت عليها الماء شويه وكنخرج واش حنا كنستهلكوا عادي كيفنا كيف الناس كنجيني واش حنا نخلصوا على درهم كامل والله الا انا مناسب غير لي بالورقه تاع الماء فيها 43 الف والله الا جاتني البكيه وجاتني القهره المرض ماشي غير حنايا يعني في ذاك الدرب يعني غير حنايا اللي كتخرجنا هذا الثمن والله. كيخلف على شي دار كبيره ونستهلكوه يعني نقولوا حنا راه عندنا الدار كبيره وحنا نستهلكوا هذا الماء كنخلص 1500 درهم من الشهر تولد نتاع الخلصه يعني علين 500 درهم تمشي غير في الماء وغي هي اللي راهي تكون بينا كي قال اخر ما لا اله الا محمد رسول الله والله لا تقهرنا تمشي تشكي كيقول لك شكي خلصي وشكي ولا كيقول لك دخلتي في الكاتريم ولا التروازيام طرونش علاه عطيني سبب مقنع من نهار اللي بدلوا لنا داك الكونتور جابوا هاد الفرفير هاد الطياره اللي راهم داروا لنا والله الا العادي العظيم الا راه وصلت لنا العظم معالمه نسالكم بحالنا بحال عباد الله الناس تجي لهم شويه شويه حنا تقول حنا نخلصوا على الدرب كامل اي ولا اله الا الله الله ياخذ الحق هادشي اللي نقولوا
يدير شي حاجه جينا نفوجوا على قلبنا نشوفوا الطبيعه والله غير الهضره راه جبت الهضره صافي على الاسعار وعلى حنا ما نبغوش زعما نقول لكم شي حاجه اللي كتقنتكم ولا بغيو غير نكونوا ديما ناشطين حتى نتوما يعني تفوجوا معنا وتنشوفوا شوفي ما شوفوا معايا ما سما شاء الله طلعوا لديك البصل اللي وريت لكم قبيله عجبتهم تعجبوا واحدة تقول للأخرى تفضلي هاي 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 سيدات أولا على أنت مناش محسوبة ومعامل أنا مازال ما وليت سيدة أميرة هاي هاي هاك على الأميرة ها أنتم ها ما في أنت بغيت فوت حدا الورد حدا الورد مشي أنت بعمة شو أخرى غادية كتقلب على الدفلة فينا هي شوفينا شديتك بالجرم المشهود المنظر شحال واعر شوف شوف فن فن انا بعدا تعجبني نكون في وسط الطبيعه بحال هكا الشجر والخضار والورد سلمى ولات تاكل الزريعه ها ها هي شوفوا دابا بدات الشمس كتغرب شوفوا على جو غزال واعر احنا عاد في مكانينا شوفوا بدا يتحرك الريح شويه ايوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا كملنا الجوله ديالنا جينا جلسنا هنا رتاحينا الطبيعه بيان سور وقلنا حتى نتوما تخرجوا تفوجوا معنا شويه بدلوا الجو مجموعين ياك سلمى هيا سلمى هيا هيا هذيك انا والوالده الصوت صوت كبير وهي بقات صغيره لا الصوت ولا غليظ كبير صوت مشى وقينا يا جميع المغاربه داخل البلاد وخارج البلاد وقبلوا علينا ونتمنوا تتبعونا من الاول للتالي نتمنى يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وشاركوا في القناه لايك ديروا تعليق زوينه بارطاجيو الفيديو قولوا لي اختكم علينا وكعزازو غاليه راكم في القلب باي باي على السلامه